افرس صاحب كيوب وكل شي يعمل له كار عولاده حروجي معروف ديما عنده مسهر يتدخل كل حاجه كلوب في القضيه وطبيب الدار بابا يعمل اللي يحب في داري وفي البيروات على غفله ساعات يطب يا ما فضيش لي معاد سبه ولا بلاش سبب يا ما بلبس لي سبقات عم فراس خيار الناس وفتاق نطاق في الجماعة فتاق نطاق في الجماعة تحبون ايدي وحساسي القلب يرد ودلاعة القلب يرد ودلاعة انا الدلولة منيرة اللي قل بابا هو الكل خلي له بايو على الشيرة في يده الربطة والحل اما يخليني في حيرة كيف يقول لي طلع تصطل وانا جلال المعلم في قسمي انا الاسد ومع عم فرش نسلم ليس يثنيه احد وحتى جي حبيت نتكلم ضغطة رايح لا تعد لاني حروجي وصاحب شوها ولاني صاحب سكنات اما انتو ما مصطوها ليدي المشاكل جد خفت تحير ومكتوها وكيف صدمت عليها مشاكل يا مراه يلزمك راس من نحاس بالشفه من الاهريق اللي تعمل فيه لا عاد حلو ولا عاد لموده هك العام تهور ولدك كلفتولي بك الحسبه وخرجتني نفلي بيداي على راسي من الحانوت وسنه تحب تعمل لي مهرجان تو عاجبك هذا سي مراد لا 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 مش حلو حتى طرف لحاك ان شاء الله يا رد تهور يوسف هو اللي فلسك مالا شنو مش قلت حليت الحانوت في بقعه ما تمشيش فيها الخدمه اي صحيح هذاك الايام الاولى كانت الامور كاسده من بعد تفردت وتحرك الدولاب ولا انتم صرفكم سبع ايام وسبع ليالي والناس داخله خارجه تاكل والموسيقى والعواده والهلال والطبال والصناع تصار هذا سي مراد ولا ما صارش لا صار يمطح لك رزق ورمو خاي عليه بالك شي بنيت بيه الرزق ورمو ماني خلصت بيه كراس الصاله اللي تصدر بها سيدي ولدك اسمع نقول لك مختصر الحديث انا نحب نفرح بنتي ونعمل لها كركوش يفرح في فاميلتك مع جيرانك واولاد جيرانك اعمل عشويه وزيدك من الطبق نعم بابا ونقعد انا ضحكه اش قالك واش قال عليل منيرة عملت كركوش وما قدتوش اجا نقول لك الفرح يا ما حلو وافتخر ولا سكر وتستر اي ما لا سكر وتستر هكا ولا هكا سكر يسترك يسترك بالله بالله يا اخي انا شكون يضمن لي عمري شوف نفرح بنتي شوف لي نصف عليك نصف عليك لاختي ان شاء الله تعيش 400 سنه لاختي يفضلك سيدي خويا وشكون يعرف عليهم انت نهار اخر اولادك يظهر لهم باش يعملوا فرحهم بالساكته نموت انا بقهرتي اللي عشتهم ما فرحتش باهي منيره قيلني افرح واعمل اللي تحب قيلني من تبنيخ برك يا خويا مقواهم مقواهم اللي يغلبهم يجي حسب انسان شنو انسي شبيهم انسي والله عايش انسى سلاح امشي جيب ورقه وستيلو وقعد نمل عليك فاش قام الصحيفه الصفراش باش مل يا اخي انت ويا غلبه قضية العشاء الحلو السالي الفاكهة اللي مش تدر فوق راس الزبيدة حاسينو تعرفش كيفاه انت ايش بدا الواقع وانا طون تفكر بالجاه ليلي تفكر معايا ليلي وشوفها في الكركوش ليلي واه يا اخي ما عربية مثل ما يا شومي هكا ولا ليه بيان سور نفهم شنو واش تفهم ليلي نفهم في الحاجات هذي بالكدا مي شنو هذا كسكوش ناصلح ولدي مش قاعد تكتب يا اخي وليت لنا عدل ولا باش تبعث جواب لا ولا مؤلف او يكتب في قصه اسمها ليله القبض على الكركوش كيخ بالضحك اي ما بعد هالليسه اللي تعري الراس نقص كان انت باش تدك عليا مسكين شو صرفت انت ما صرفوا الناس بفروحاتها
بابا احكي له على نفس امي بيا انا شنو هري كاسكيت عليه. ايه يا حسره يا حسره، الله يرحمك يا زبيده، وقت اللي كان فرنك فرنك والدنيا ضاحكت لي اللي صرفته انا على هاك الاربعين يوم ما يوقف بنكة فالسة على سقيها. اي بالحق وقتها عم فرج كنت ملياردير واحنا ما في بالناش. زيت مسخر انت ناقصك. اما تعرفنيش انت ما تعرفنيش وقت اللي كنت نعفص في الدنيا لحسابها خربها. صح عليك، ما عادش عندي فلوس كي وقتها ولا نصرف على فرح بنتي زبيدة ولا مزيه ليك. تقراليش تقراليش هي القضية خنقول لكم شنو اللي ناقص. نقرالك ها من القزوز ثمانية قاجوات. أنا قزوز الرزاق الرقادات ثمانية. فرح ولا بلاش؟ اي لا هذه لسه بنتك تحب تتركني وتعاود تخرجني من حانوتي بداية على راسي. لا رد بالك حانوتك، رد بالك تخرج منها طنسيون. اوه هذا انت سيدي خويا اللي معامل عليك وليت مناصر نسيب. لا عاد سامحني منيرة، عاد الحق يتكلم وحده، زاد مش على غشيرة بنت شهرة باش تعمل عرس بالهلال. سامحني في الكلمة عاد. بربي هذا اخر كلام عندك؟ قولي لي انت ماكش ناوي تعاوني في المصروف. مصروف؟ مصروف شنو؟ بيان سور. شنو اللي شنو؟ صار ماكش ناوي تعاون في فرح بنتي زبيدة؟ لا هذه قالت لهم مصطو. شنو هذاك اللي مازال عاد كان الخال يحضر من جملة مستعدين. اسمع سلاح وندي، انت هنيني على الطواول والكراسي والخمار والكرسي الكهرباء والمدار. رزارة. ما سالش. وانت منيرة بنتي تكسر الشقاقة. واللي تقاه اصرفوا على الجزوز والذاكية. باهي باب. ليلى بنتي. وي. ما نوصيكش للاستدعاوات والحلو والقرص. شباشا. لا. وانت مراد ولدي تتقبل قضية العشاء والعوادة والتصاور. كاميرا. والكاميرا. وعليه هذا الكل ليا؟ مي بيان سور. مادام وليت عندك سوسيتي وحدك. نورمالمون تو اسي دارجون باش تصرف. تي. يا مراد ولدي تيروا الفرح يلزموا العينة. ايش بيكم راهو يلزموا العينة؟ انا قولوا لي باش عاون عم فرجت. انا عاونت بالراي الصالح، واذا قعدتوا ناقصين حاجه ما تحشموش قولوها لي وتو نتممها لكم. والله يا صاحبي يا اخويا عندي سنين ما ضحكتش كاليوم. العباد هبلت تو بالله كي يعرف روحه هو حشاك جاهل ومسطك اش نزل صادم على لقمه اكبر من فمه للي درسي له فيك. يا شكون زاد اللي عامل عايشه البواسه؟ انا عم فرش. شنو احوالك؟ جلال لاباس. اهلا بولدي الباهي. شو احوالك؟ لاباس ياسر عم فرش. حتى انا توحشتك عايش ولدي الباهي. اقعد 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 يا جلال. كي قلي يا اخي وليت كهلال العيد تظهر من عام لعام. شوف عم فرش انا حاجتي بيك في موضوع. تقعد يا صاحبي مش مشكل. صاحبي خويا هذاك ما هواش براني يحكي. عسلامة عم صاحبي. يسلم ولدي يسلم ولدي. رامبو عم فرش. شبيه؟ اسمع ما تحكيليش عليه، هذاك عبدو يتحكي عليه. يستنى نكمل. لا ما عندك ما تكمل، انا كي نسمع اسمه بركة نحس بلحمية زغب. اسمع الحكاية قبلني. خلي يا ولدي كان جيت تعرفه، الا ما تقلي اقلب الصحن وخلينا زاهين. يا عم فرج رامبو يحب يعرس. يعرس ولا يتهرس اش يهمني فيه؟ خاطبة قدامك. اسمعوا بركة يا فرج. باهي اني نسمع فيه. احكي. رامبو يحب يجي قبلك. يا ربي يجي قبلك. هي قابلني الواف اش باش قابلني؟ يحب يجي يخطبك. يخطبني؟ اسمع جلال تطلع تفدلك كعادتك والله الا من مهدك بالعكاز لشعفك. والله لا. رامبو يحب يجي يخطبك في يد بنتك سوار. يا رب في يد بنتك سوار. هيا مبروك. شو انا مبروك؟ خيني يا ودي يا ودي خيني. قالوا مبروك. ملا اخرج علي انت امشي خيني. ما اخرج ناقصك عاد هذاك اللي مازال. يا قهواجي خذ عليه حقاوت قبل ما يخرج. راهو زعيم في الله. وزيد خذ عليه حقاوت يا انا زاد مازال ما شربتهاش. عمفرج يخطبني في يد بنتي سوار هذاك اللي مازال. اولا البنايه صغيره، ثانيا نرضاها تصبر الشيب ولا تاخوك المزفتر المطروش. رامبو قم معايا قم معايا. لوين؟ ها؟ مقابل
نسيبي الغالي. وينو؟ مشي للبنكة. لا مانيش على سلاح، على نسيبي جديد رمبو. اي ربي هني العاقبة ليك. وينو؟ هاكا في الدبو. ما تخممش عم فرج، هذا وغطه بكلمتين، المفيد بوك ما يقولش لا. اسمع سوار هالشهر اللي عملته عليك، احترت ما بين نارين، قلبي نهديه لمين؟ من حبك يا نور العين نحس في قلبي جمرتين، نحلف ونحلف 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 وصادق بمين؟ في داري نعمل بيسين. نحلف وصادق بمين؟ نضربك نجيبك في الثين يا كلب. عم أصدر الفارس معلوم. صباح الخير. صباح الخير. نارك زين. أيا سهم رمش عين ونكون برا. أيا زرب لي روحك، أشي وصلنا الود الليل. صباح الخير سيدي خويا. نارك زين. أمان سيدي خويا، قل لسلاحي خليني نمشي معاكم، إذا بينا نقضي على كيفي. أشبيه ما فيها باس. فيها باس، فيها باس. منيرة، ما تفهمنا وكتبت لي في ورقة اللي حاسك بيه، توا اللي لازمك يجيك. واو، شبيه وخاتي هذا شد صحيح باش ما نمشيش معاكم. منيرة ماشيين المرشي مالناش ماشيين نتفرحدوا. أما عن سلاحي إنه تعرفني تفرهيتي بين الكلافز والمعدنوس. أما تي عاد سلاح صيبها برك. وين صيبها يا مراد خويا؟ باهي ودار شكون بها؟ ما دام مرتبوها تسكن معاها، عندها الخدام يلزمها تقوم بها. أي صبح أنت عاد، واه بيت تحلم بيا. شكون حذاكم؟ حلومة مصيبة بوك. هاك المرأة هذيك ما تعرفش تسكت، تشدنيش بالهدرة توا، هيا ازرب روحك. يا يفضلكم هزوني معاكم، ما تخليونيش المرجع، راهي عامله كاين حماتي انا مش حمات بابا يا شومي. اي بربي شي حضر روحك. اياه سميره، يا سميره انت شكون هاللي جاكم؟ حتى حد، حتى حد. وا كيفاش حتى حد؟ انت هاني نسمع بصوت راجل زايد. لا عاد صوت هذا نعرفه. يا سلاح تخف لي روحك، معاش بكري. شنو مراد؟ استنى دقيقتين رجل موري يعني جاي. اوه شكون هذا؟ هيا نعرفها. ترى دور يا ولد خليني نشوفك. حلومة صباح الخير. حلومة صباح الخير. زياد ربي بنتي، مرحبا مرحبا. سلاح سيء كبشت. ايا برا برا زياد، اقعد مع حلومة انا جاي. ايا ايا عماد تفضل. اي احلى، ان شاء الله ما تسميش الشهر زين. يا حلومة مراد راه اسمه عماد مو جهاد. نستنى فيك حتى باش تفكرني في اسمي. زوز زوز يا صاحبي وليدي زوز. سمش الدين رجل ربيبة بنتي يدز عليا في البيدق. منيرة شبيك واقفة تحرك؟ أمان سلاحي ربحك، نكمل فيسع فيسع معون القهوة ونمشي. منيرة طوى هكا ديما عندك قضية تتفكرها آخر الوقت باش تعطلني أنا؟ او سلاح اللطف شبيك يحب يمشي في بيت سعادة اللي انا خليت لها كوجينة حايثة وخرجت عقد. امها قالت ما مشاش في بالها يا مسكينة. اي ما تتكلم لقليل، كان من الفهم لخوابي. اش نحكي لك يا سي عبد الجليل وليدي، البارح في ليل طحت لك في الحمام وبنتي في جرتي بالبليو، وهاي الكركوبة طلعت لي في ملغيختي وتشعر عضي مزارع وجيت مسجية وبنتي تجري بالكسرونة وكل حوض هك هك يغلي بالدميات وهي في جرتي فشكت الزر. والحريز اللي تفيق بضرب الكف واللي تعفص لي على كرشي وانا ما في عيني بلة، وبنتي تجري بالدبوس السبيريتو تمسد لي في ساقي اللي تشعرت، ومتعدي موتور يجري وقص علينا وبنتي صحصحته بالدعاء لا خليت له لبقاته، ولفتني في بشكير في بشكير ايه ومدت لي صحفة صحلة ايه وكل مرشي هك هك يغلي بالعباد. شو مرسو الشامية هك كبروا. صباح الخير يا منيرة. لا قدينا لا سعاد، تخلي خلي تنغسل عليه. يا خيتي فضلك ولا حتى انا مزروبة باش نمشي للمرشي ودليل نقضينا اخويا مراد. هو سي مراد هوني. ايه احسن ناتك. وهزوني للسبيطار وانا ماني فاتنا بشي،
وهك الكركوبة تسطر علي، وبنتي مسكينة تكمد لي فيها بالثلج. يزي يسكت، يزي يسكت يا حلومة، قيني اعتقني، فك علي يا ربي يا ربي، تبعت حد تكبش فيه يا ربي وتقيني. ها؟ شي 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 من خلقت فرجي بفرج. صباح الخير سي مراد. صباح الخير. صباح الخير نانا. نهارك زين. اش عملت فيك نانا؟ لا لا حتى شي، هي تحكي لي على تحتها في الحمام كهو. واه نانا حكيت 30 سنة لتالي ما نسيتهاش. علاه؟ علاه حلومة تجمر لي في البيت؟ اش عملت لك؟ اش يقول ربيك يا مراد؟ تجرب روحك يا ولدي. نهار راح. نهار راح؟ نهار راح تدخل فيها ليانة؟ مخليني هوني ناسيني وانتم تتحركوا برا لونتي. وين مخلينك؟ هاك مونس بحلومة. سلاح. هيا ما عادش بكري. وين ماشية؟ للمارشي. اه؟ للمارشي. نمشي معاكم. رحمك الله. يا دادا يا عيش ام زغرات جايبتي والروزات وهو حرت. والله حرت اش باش نشري بنتي زبيدة. واه سي فرج تي ما كثر ربك يا اخوينا تصغى. تي نعرف يا اخي باش تفريني فيهم. انا قلت لك نحب نشري بنتي حاجة اللي تدوم وتقعد بعدي. اخي اش مازالني في عمري هذا. يسي سي فرج ما تفهمنا الحكاية ما عادش نجبدوهم. يا بنت الناس الموت حق على كل مسلم، وهذا الحمد لله اللي شفت وريت في حياتي. كان على الولد طلع لي صالح وربي جابه في السواب، وكان على منيرة. سي فرج ما تقول هالكلي ما تخوفنيش، تعرفي ما نحبوش. منيرة بنتي ربي عطاها على قد قلبها، كي ولا تقول على قد تبهليلتها. جاء راجل صعيب اما يهني سلاح هذاك تربيت ايدي. الحمد لله يا ربي اللي عشت وشفت بنتي سوار وبنتي يوسف. تصلي على النبي علينا ربي يا فرج الله يهديك. باهي باهي اما اش باش نشري بنتي زبيدة حرت. اتفرج اش باش تشري بنتك، اش عندك باش تشريها؟ اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله على بنتي، تبارك الله على بنتي، طلعت عروسه، طلعت مش عروسه، طلعت طير من الجنه. تبارك الله عليها، تبارك الله. يا مديره. انا عم بابا. يا مديره بنتي تنادي لك يا مديره. شنو هو عم فرج؟ تي قلت لك باش نعملوا هنا مفاجاه يا رسول الله. يا دب زمان وقت عم الناس شوف في لك ندير نعمل جوانا باب 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 من لا وجه. تيسكت لازمك عم فرج يا ولدي، والله ما يعمل لك شو يسمع ولا يقعد. هو شنو مدخله؟ شنو شنو عمك فرج هو مر الموت. شنو شنو مدام ليلى هوني هي اللي تمشي في الخدمة. باهي عمك فرج ما هو زعيم كان في حاجة بركة، نهار طوله هو يعيط ويكبلنا في ساعدنا. ثاني حاجة اليوم عاملين عليه أكبر مزية في حياته، سيرفيس سبيسيال، كارنا ما نخدموش وكارنا مرتاحين. عايزي بلاد كارير، يا زيدش بلاد كارير نتاعك، كان على نهارك وخالص فيه ودوبل. وبرجولية ما تنساش المدام عاملة معاك الباهي. الباهي الباهي امدح امدحها. اسمع برا خذ ستيل واكتب لها الشعر. يا ولدي اسمع العرف عارف راهو حكايه زايده. برا هز لهم الخبز برا برا عاد انقذ روحك. رولي رولي لا شكون كان يقول لليلي طول عمرها مرجتني في الماكله تعمل ريسيكلاج في الطبيخ لا وتمشي تحضر ملتقات طبخ التونسي. يا عيني شفار هذا شحال في وجهك باب العرس سيدي خويا. ها هزل الفرشة بتاع الكور. ها اش قلت حلومه؟ شبيك شبيك هاتي بربي يسكت خليني نفهم الطفل اش قاعد يقول لي. شي حلومه شي جلالي فضلك يلعب. شنو سي جلال التواريخ تسيب فيه هذا؟ مقدرت عليها كان انتي الاخرى منعتنا من مرجع. يقول لي اش قاعد يقول بوك؟ يشكر بالماكله قالك بنينه بنينه ماكله خرقه للعاده تاكل وراها صوابعك يا حلوم. ابن من ماكلتي بابا قالك الكوزيني اللي عندهم قاريها قرايه الماكله
كان يخدم في وتير متسمي. لا سامحوني يا جماعة، والله يا خويا جلال الماكلة اللي كليتها هنا شاي الماكلة فيه طعم دوختي مونيرة خير من هاد بعشرة مرات والله. ينصرك يا سي سليم يفضلك، هاكا الجمعة الجاية شوف كيفاش تعدى انت وسيدي خويا لما نعمل لك مدفونة تدي الزكاة والعشر. ماهيش رمي الورود، الحق تتكلم. بارك الله فيك يفضلك. الجاروشة تتكلم، الجاروشة تتكلم يا أخي ما نعرفكش أنا. ويني العروسة؟ العروسة ويني؟ العروسة العروسة سكوبيني نوه عم فرج أخوي. أنا كل ما نتشاه حويجة بنينة شنو اللي نجي حذاك هنا في الريستوران نعمل سحاين الرجل أسمع وخلص صحني راه عايش ولدي عايش ولدي. حتى أنا دي ما أقول لكم والله اللي سماح ولدي هو اللي يطعم ذواق يعرف في باش ياكل وش برشا ناس نعرفهم اللهم عافينا. اين عم فرج صحيح شنو حبيت يا أخويا جلال؟ وين أخويا راه عم فرج اللي تبع بصلاح صلاحي مقنش مهوش وكلات حتى كعب فتيه فترة. احمد ربي يا احمد ربي هذاك مش كيفك كعب فتيه فتره قدر هذاك نسيبي ياكل باش يعيش مش يعيش باش ياكل. بسم الله المانع الصدار. يا سي مراد بالله الذي لا اله الا هو سي سالم وكان تفوح بشوية ملح. سليم 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 ولا سالم بالله العظيم لو كانت فوح بشويه ملح ولا خلى ما ياكلني. لا 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 يا اخويا حطها الجهاز التسلط عن بعد. مطبعته توا يزي المرأة لاباس عندي قديش توا بسم الله عليكم اللي ناكل الماكلة في القايلة نتقدر ما عاش ناكل الماكلة في القايلة ما عاش تقير جملة عم تقير في الليل عليك يا وليدي عليك يزي اختاها يا رتيف عليك يا حلومة وجهك تمرض انت تفسد اخلاقي تي حتى كي هزيتها للطبيب قال لها يلزمك الراحة وهي ديما الحق ديما تحكي. نانا ربي يهديك نهار طول وانتي تحكي. خليوها تحكي يا اخي خليوها تحكي ما يتقلق مسكينة ما عندها ما تعمل فاضية شغل يا اخي لو كان ما تحكيش اش تحبوها تعمل تلاقوا منها مسكينة. شو بابا وليت سيكياتر انتي؟ لا اما الحق يتكلم هي كبيرة وما عندها ما تعمل مسكينة او يقعد الشيء على قلبها مكدس. صحيح وانتم اولاد توا تحبوا الكبار يمشيوا على فكركم وتحبوا تتصرفوا فيهم بالسيف عليهم وتنسوا اللي ما ولينا كبار الا ما كبرناكم ولا ما رديناكم اللي يقرا يقرا واللي يخدم يخدم. هذاك علاش تعز عليا حلومه المراه الكبيره الباهي. شنو عم فرز؟ هاي ولات تعز عليه دورتها لنا خطبه. ايه بدنا نهار كامل متكابشين هو وياك الفار والقطوسه ولا تعز بيه حلومه. اختي شريتنا متكابشين هذاك فاش شريتك زعيمه انت ماناش قاعدين نتكابشوا اما هي الحق حلومه اخلاقها ضيقه وانا دمي سخون ما نحملش ساعات ما نسكتلهاش اما والله نحبها ونعزها وديما نسر عليها هاو بنتها قدامكم اسالوها. لي الحق ديما يوصي فيها عليها ويقول لي ما تخليهاش تخرج وحدها حتى كي يشري حويجه التفتف الزيد الحلومه. اه زيد معك عم فرج يرحم والديك. لا صحيح حار صحيح حنين انا نعرف يعيشك يا بابا يعيشك انت طول عمرك قلبك حنين. والله يا عم فرج شهاده للدين قداش من مره نسمع حلومه في القايله تبدا تحم في منيره وفي لسعاد توصي فيهم على بلاستك على ما كلت كل شيء مسكينه بدل كل شيء باي كنت على شيء انت ارجل من كل حد. عايشك يا حلومه الحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما هكا ملمومين وزاهين امين وربي يداوم العشره والله خمسه وخميس علينا الله يشق والدين وشق والديد والله علينا الوسط ايش كنت تقصد في عيني الحسين يا بني الذي لا اله الا هو حلوف يا ربي حلوف. انت ماكش حابب تحشم على روحك ها؟ كنت صغير قلت فرافشي وميسارش تاو يكبر ويرضن حتى جبت غشير وانت باقي في طلالك باقي خر طره. سي مراد سي با فري
بنتك دلولة برشا، ما عندها حتى ذرة بتاع طموح. سي با فري بابا، مرجني ويحب على فلوسي كم كوا عنده بروجي نيدي. اسمع قاتلك انت، انت تسمع قاتلك في تي نا با لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي. لازم نصرف لك على دارك وعلى مرتك وعلى ولادك، ونهار كل وانت مدد لي يدك نتاع الله يا ولاد الكلب. حشاك سي مراد، اصرفها. لقيتك الزعيم كان في دق لحنك انت. لو كان قبلتك البوست اللي اقترحته عليك راك توا في خير ونعمه. سي مراد، انت لقيت شركة على ذمتك كي مرض نسيبك. اما انا اما انت شنو ها تحبني انا سد المرض؟ تحب نعدي حياتي مقعد باش سيادتك تتوسع فيها؟ صحيت صحيت يا الشباب صحيت. ما كذبش بابا فرج، ما كذبش يرحمه. كي قالك يحب المدينه خاليه باش يقيم فيها شنية هي كومون ديغاش يقولولها هي لا بريير بابا. اسكت عليا انت، لا داني يقولولها. حتى انت زاد طلعت لي كيف فمك يرحمها، كبت طنجره على فمها. تطلع البنيه تورور بالفرنسيس كيف فمها. سمسابي يا سمسابي سمسابي. اوه خيتي انا صغار طوى ما نقدش اسميهم الحق. هذا دا كيفاش معوجين هكا وصعاب. هو فيه السمسه وفيه السبي. ما يجيك سمسابي لك؟ لا لا مانيش غالطه. سمسابي يا سمسابي، هكا عام سنة باش تخليونا للشياحة حتى كعيبة غريبة ليه؟ ملا شتحد نانا؟ من قبيلة وانا ناديلك وانتي حاقرتني. حشيك نانا، كنت لهي في روحي. وين على خير لله بنتي؟ خارج انا ويوسف سهريت مهرجان المدينة، ومن بعد يقولوا لحمية خايبة. خارجة تصل لله بنتي وانتي ما حليتش رحلهم في دارك. اللطط لك عيبة غريبة، لا بقلاوة لا صلصة لا وذنين القاضي. وذنين شكون نانا؟ وذنينا حطينا مع شكون نحكي؟ نحكي مع غشيرة. اللطف العيد ما زالولو انهارين وهما ما حلو شيء. كان على حلو يوسف قال بشي شي بالباسيري وديجا عمل كوا، وزيد العيد ما زالو ستة ايام، اليوم 9 جانفي يا نانا. هاي بسلامة. و لا وخلتي انا العقار هذا ما نجموشي. يا غلبه احلو من برا لا طفل عدم ولا ما يسمع كان كلام مرتو. لا 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 العقار هذا انا ما نجموشي، وحلو الشارع نتاعهم ياكلوه وحدهم. كانك علي انا احلفت وزمزمته بمين. لا يلعب لا لعبه حشيشه. يا غلبه لا هو اش مازالو رمضان حد ها اش قالت هي اليوم شنو 9 شنوة جانفي اليوم عيد ميلاد وعد الله عليا. كيف تفكرني حد وعد الله عليا؟ قعدت وحدي كالبومة. يرحمك يا بابا يرحمك يا بابا. كان يقولي مبروك على مهبولتي. يا غلبة عام وقص من عمرك. يا ناري على روحي حتى صلاح وسيدي خويا كنت عاقدة فيهم النواب. نقول هذوم كما ينساونيش هاو كان ساوني. ما قصرتش يا صلاح لا يعطيك الصحة. فاش نسيتك زادة؟ فاش نسيتك يا عزوزة يا قنقانة؟ كل عام وانتي حية بخير. صلاح يا خو بخاطرك يعيشك يبارك فيك ما خليتنيش وحدي. اي ما وينو سيدي خويا؟ شبيني انا زاده سيدي خويا ها اش مجبدك فيا يا عزوزه يا خرنانه؟ هيا كل عام وانت حيا بخير. من فضلك يا سيدي خويا يعطيك العمر ان شاء الله. وجد عليك نمشي الحفله انا سعيد ميلاد حماتي الغاليه. ان شاء الله مبروك. يفضل بنتي ينجيك يعيشك يعيشك. اي ما وينو يوسف ولدي؟ اش تحب عند يوسف يا نقريزه؟ عام ونقص لك من عمرك. يا الله يرحمك يا بابا عزيزي. كل عام وانت حي بخير يا امي. عايش ولدي. شفت لله هاو كمان ساك حد.
لا ثاني حد لي ما قصرتوش يعطيكم الصحة. وحنا ننساو عيد ميلاد الغالية. بابا اش قلت لي في الثنية؟ شنو باش نغني زادة توا؟ باش تغني ناحي يا منيرة يا ملعوينة كبيرة، كل اللي راكي قول محلاك، كل اللي راكي قول محلاك، والقعدة معاك مسيرة منورة يا منيرة يا منيرة. هكا هو واحد ولا يصبح ما يلحق. الله غالب حصر عليك الا يا مين يا حصر. يا عم جليل انت مازلت البركة راه الواش تقاعد على بكري الواش انت مازلت صغير. سكرت شي فمك. انا مانيش من الناس اللي اثر فيهم التقاعد. انا عندي برشا مشاريع باش نعملهم. مثلا شنو؟ اولا باش نملك نصف ديني. اش معناه؟ اش تقصد؟ شنو اش معناه؟ تقصد يظهر لي باش نعرس. يظهر لي جاء الوقت لواحد باش يستقر ويلم ساقيه. ثم باش نبعث مدرسة خاصة نربي فيها النشأ ونادي للمتقاعدين بالمنطقة. اي وشكوني هالعروسة هاد؟ شكوني هالعروسة؟ العروسة اللي باش تاخذها شكون؟ شكون؟ قلت لك العروسة. العروسة شكون؟ بشكون باش تعرس؟ يظهر لي باش ناخذ بنت ولد عمتي بلوى اسمها. بوها وليدها وحبيبي وقرا عندي. ترى بلا يعيش ولدي مدلي ترى نشوف فيه بعيد. هاي تفضل عم جلال. او قرب او قرب. ربي هاني. يعطيها ما في صوته. يجي قشقش ويروح بليل. ترى بالله يمدولي هاي كاس. زيد ما تحشموش رجل كبير وما تحترموش. تعدى تعدى مدام سوار. تفضل مدام سوار. عزيزة من فرينة. عزيزة اي فرينة. فرينة لا فرينة لا لا فرينة لا. الله يرحمك يا بابا عزيزي زايد. الكبير كبير بقدره مش بعمره. بابا يعمل اللي حب في داري وفي البيروات. لا غفلة ساعات يطب يا ما فضتش دي معاد. سبة ولا بلاش سبب يا ما بلبس لي سبقات. طاق نطاق في الجماعة.